مع المعالجة النفسية ديالا عيتاني اللي دايما بتاخدنا لا تفاصيل الأمور ببساطتها وبأهميتها. ديالا صباح الخير. صباح النور. شو أخبارك؟ الحمد لله. كيفك؟ ماشي الحال الحمد لله. اليوم رح نحكي عن موضوع يمكن كلنا عم نعاني منه بهيدي المرحلة، كل الناس كل العالم، يلي هو الغضب. صحيح. الغضب يلي منحس في عنا anger بداخلنا، منحس في عنا غضب بدنا نطلعه، ما عم نعرف بأي طريقة، أو أوقات منعمله suppression هيك منخليه يخمد شوي، وأوقات بيطلع بطريقة غير مباشرة بقرارات بتصرفات بأقوال. رح نحكي عن كل هالتفاصيل. بداية كيف فينا نعرف عن الغضب؟ What's anger؟ شو الغضب؟ الغضب شعور، بس ما وراء هذا الشعور مشاعر كتير أعمق، وهيدا اللي الشخص ما بيعرفه. بيعبر أكيد، في أشخاص بيحسوا بغضب جسدياً، يعني بتير عندهم دقات قلب كتيرة، بيجفوا وبيصير عندهم هيك نبرة صوتهم بتتغير، أمرار في ردة فعل بأنه في كتير صوت عالي، حتى لغة الجسد بتتغير. في أشخاص بالغضب بيصير عندهم هالفريز، يعني ما بيعودوا بيحكوا، بيهربوا من الموضوع. وفي أشخاص عندهم إدارة الغضب، يعني أنا بعصب بطريقة صحيحة، بعبر عن مشاعري، ولكن ما بفور، ما بكون هالغضب الزائد ولا بكبت مشاعري. بس غير الأمور الجسدية، في مشاعر تحت الغضب اللي هي بالعلم النفس بيستعملوا الآيسبرغ إكزامبل، اللي هو منشوف نحن ردة فعل، منشوف نقول هذا شخص عصبي أو بضل معصب أو دغري ردة فعل سريعة عنده، ولكن فعليا ما وراء الغضب هون المشاعر اللي كتير عالم ما بتعرف تعبر عنها أو بتتسرع، لحتى ما عنده وقت انه عن جد تنتبه للمشاعر. وهذا سبب بيكون لانه في بارت بالدماغ الاميجدالا تنفعل سريعا، فنحن بنقول كلمات بنرجع بنندم عليها، بنستعمل اساليب يمكن بصير في مشاكل مع الاخرين، نحن بنسم حالنا كثير وجسدنا من وراء الغضب، لانه ما بنترك مجال شوي للبارت بالدماغ انه تروق، لحتى الشخص يقدر يستوعب اكثر شو عم بيصير ويكون عنده هالافكار هيك الموزونه شوي لحتى يعبر عنه. شو في تحت الغضب؟ في كتير مشاعر. في الحزن يلي هو واحد أمرار ما بيقدر يعبر عنه أو ما بيعرف إنه هذا نوع حزن. في الجرح، يعني واحد بحس حاله مجروح من الشخص الآخر وبيصير عنده ردة فعل الغضب. ونحن هون بتلاقي هول المشاكل، بتحس إنه واحد تاني دغري عم بيقول له ما تعصب، طبعا بصير بيعصب زيادة وقت تقول للشخص ما تعصب، لأنه بحس إنه ما عم بيقدر يوصل الشعور اللي هو حقيقي. بصير تعصيب تصاعدي يعني ولا إرادة. مزبوط، لأنه سريع كتير، لأنه في كيميكلز بالبرين الأدرينالين دغري بيعلى، لأنه في تغيرات جسدية، تغيرات بالهرمون. ما بنعرف عن جد أسبابه. هل أسباب هي فعلا مثلا جسدية؟ هل في مشكلة بالهرمون؟ في مشكلة ببعض الفيتامينز؟ هل في مشكلة بطريقة الحياة؟ اليوم قلة النوم بتخلي الواحد يعصب، الأشخاص اللي بيجوعوا، في عندك الأشخاص اللي كتير بيعصبوا إذا في أمور معينة ما قدروا يحصلوا عليها. في أشخاص عندهم تعصيب لأنه من سبب الضغوطات اليومية، يعني ما عم بيعبروا عنها، صار تراكمات كتيرة وبتجي هالمشكلة الصغيرة اللي بيعصب عليها. يعني للأسف اليوم صرنا بحياة صار نمط التفكير فيها ونمط العيش فيها بيعصب. صحيح. الشخص اليوم ديالا بدنا نحكي شوي، يعني عرفنا عن هذا الغضب يلي من خلال مشاعر كتيرة بيتراكم وبيترجم بطرق معينة. كيف الواحد بده يوعى انه هيدي التصرفات ما انها تصرفات مباشرة، انما هي نتيجة الغضب؟ لانه اوقات منكون غضبانين من شغلنا مثلا، او غضبانين من صاحبنا صاحبتنا، نعمل بروجكشن، نعمل بروجكشن على شيء تاني ما له علاقة. يعني اذا بالبيت قالوا لنا ليه حطيت هيدا الغرض هون، منهب فيهم، يعني منفش خلقنا فيهم. كيف الواحد بده يستوعب هيدا الموضوع؟ كيف بده يتعامل معه؟ قدي أول شيء واحد لازم يعرف عن جد شو الشعور، وهون منا هينة، يعني أمرار بده واحد يروق يقرر يعرف أنه شو عم بيصير معي لحتى أنا عصب. بتلاقي الأم اللي عصب الدغري على ابنه أنه إذا في شيء ما زبط، ليه؟ لأنه يمكن هي مفكرة أنه هي التقصير منه، وبالتالي شعور بالذنب، شعور بالذنب بيولد بسرعة بالغضب. يمكن
كثيرين أشخاص عندهم حساسية على الأصوات، وتلاقي إذا الصوت العالي دغري عصب وتوتروا، هذا نوع من يعني النويز بوليوشن يلي أثرت عليهم. في أشخاص عصبوا من مثلا عصبوا بالشغل وما قدروا يعبروا، راحوا عملوا بروجكشن محل تاني، يمكن حسوا الشعور إنه هني مش مقدرينهم منيح أو ما عم بيعرفوا شغلهم عم بيروح حدر مثلا، أو ما عم بيقدروا يحققوا شيء هني بحبوه. في أشخاص بيعصبوا لأنه في توقعات ما قدروا يوصلوا له، يعني يمكن بيتوقعوا إنه مثلا الأمور تصير يعني بطريقة معينة، عندنا هالكومن سنس اللي احنا أمرار نفكر فيها انه طبيعي مثلا اذا جربنا نعمل شيء انه يزبط، او مثلا طلب من شخص المفروض هو اختصاص المفروض يزبط، فعندنا هالتوقعات براسنا الكومن سنس عندنا انه المفروض الامور تكون بهذه الطريقة، وقتها ما تصير بيصير في غضب، وبالتالي مثل كأنه نحن هالشخص خذلنا أو نحن ما قدرنا نحقق أمور معينة، أو في أشياء الأشخاص اللي شوي perfectionist يعني لازم الأمور تصير بنفس الوقت، لازم الأشياء تصير بطريقة معينة، وقتها ما تصير مثل كأنه هزلهم شيء من قيمهم. وبالتالي هون بس معرفة ليه نحن هل عم نعصب، هل هي تراكمات، هل هو حتى نوع من الدبريشن اليوم الاكتئاب واحدة منهم أنه الشخص بيعصب بسرعة بيصير هيك ما قادر يتحكم بمشاعره، هل نوع من القلق، يعني اليوم كتير الانسرتينتي والانون بتولد شعور انه واحد ما قادر يسيطر على الامور، وتركيز الفكرة المجهول وعدم السيطرة وواحد ما عارف يقدر يحقق احلامه بحسسه بقلة ثقة بنفسه، بحسسه بقلة الكنترول، وبالتالي بيؤدي للغضب. يعني هون بس اذا انا بدي انتبه، او أكيد بحاجة يمكن لمساعدة معالج، أو بحاجة أقعد أكتب أفكاري انتبه أنا صرت بعصب كتير ليه؟ هل هي أمور نفسية؟ هل هي تراكمات؟ هل هي شعور بالخزل؟ هل هو شعور بكثرة الذنب أو باللوم؟ أو هل العالم اللي حوالي عم بتلومني عم بتحملني أكتر من طاقتي؟ هون عم توصل الفكرة للغضب. أول شغلة بدي أعرف هون الوعي يلي بده واحد ينتبه له شوي. بس كيف الواحد بده يوعى لهذا الموضوع ديالا؟ أكيد بمساعدة أخصائيين، بس بنفس الوقت هل نحن قادرين نوعى لهذا الموضوع بينا وبين حالنا؟ منقدر نفصل لحتى نقدر نستوعب ونعمل مانجمنت ونعمل إدارة لهيدا الغضب، وبأي طريقة لازم نعمل هيدا الإدارة؟ أول شيء بس اكتب شوي الأمور اللي عم بتصير معي بتوضح، يعني لأنه أمرار الأوفر ثينكينج القلق التفكير الزايد عم بيؤدي للغضب، فأنا بس بدي جرب اكتب شوي هل الأمور اللي أنا عم بتضايقني لحتى خفف من حديتها. كمان الحركة كتير مهمة، وتلاقي واحد معصب بمكان معين مهم يبعد شوي عن هالمكان، الرياضة بنقول دايما المشي بالطبيعة الحركة شوي لأنه بتخفف من الكورتيزول، بتخفف من الهرمون الستريس، وبالتالي بتساعد شوي هالهرمونات. أمرار خربطت الكيميكلز كتير بتأدي للعصبية، أمرار في أشياء بنعملها عادات يومية بننتبه له، أنا بعصب أكتر وقت أشرب كوفي كتير، يعني هل الكافيين عم بيأثر، هل النوم عم بيأثر، يعني هول الأمور اللي أنا بنتبه لها شوي يوميا، هل أنا ما عم بعبر عن الضغوطات النفسية وكثرة ستريس بيؤدي لغضب بيؤدي لبرن أوت، وهول المشاعر اللي خلص بتوصل انه انا ما بقى قادر اتحكم فيها. وبالتالي كمان كتير مهم انتبه هل انا عم بعبر، في اشخاص بيقولوا خلص ما بقى بدي احكي بالموضوع، وبتتراكم المشاعر بحسوا انه هني الشخص الاخر ما عم بيفهمون، وبالتالي بيصير في غضب زياده. في اشخاص لا بيقرروا يردوا دغري، وهون مهم امرار منقول بدك تحكي لشخص، امرار اكتب الايميل بس ما تبعته، او اكتب الواتساب جرب ما تبعته، عبر وانتور. ليش منقول عد للعشرة او انتور شوي؟ لانه الاميجدالا بدها وقت حتى تروق شوي لحتى اقدر ارجع انا افكر لحتى تاخد القرار الصح. صحيح، وهون كمان نقطة كتير مهمة، كتير اشخاص بياخدوا قرارات هني ومعصبين كمان، ليه؟ لا ما بيكون قرار صحيح، بالعكس هالرديت الفعل بدي اعطي مجال لدماغي يروق، أعطي وقت شوي لحتى أقدر أفكر وانتبه شو عم بيصير، هل أنا من الأشخاص اللي عم بعصب بسرعة، يعني هل في تغيرات جسدية بنتبه له، هل أنا إذا عصبت مع شخص بقدر أبعد، هون بعطي وقت شوي لحالي، هل أنا بحاجة أعبر، هون بقدر أستعمل التعبير عن المشاعر، أنا حاسس أنا مضايق أنا معصب، هذا كمان نقطة كتير مهمة بالكوميونيكيشن مع العالم، كيف بدي أعبر عن مشاعري لحتى الهدف أنه أنا حدا تاني يسمع أو جاي يسمع قد انا مضايق، يسمع افكاري، بس اذا بدي
يعني ارضخ شوي لسرعة الأصوات العالية وسرعة الانفعال، بتصير كله عم بيتخانق مع الكل وبتصير هالتعصيب، وبالنهاية تخلص الأمور بعصبية زايدة بدل ما واحد يحس إنه حقق شيء. جلالة نكون واقعيين أكثر، واليوم بظل هيدا الوضع يعني يمكن بحالة طبيعية وبحالة غضب طبيعية الواحد ممكن يغضب بحالة حب ينفس عن هذا الموضوع بظهرة بسفرة، ممكن يغضب بالشغل يقرر يترك ينبش على شغل تاني ويلاقي شغل تاني، يغضب بحالة اقتصادية معينة أو مرضية معينة بتنحل الأمور ما في شيء ما له حل. بس اليوم زلازل، حالة اقتصادية، قلة أدب وقلة اعتبار من الناس بالتعامل بتفاصيل الحياة، اليوم استغلال للوضع الاقتصادي بحجة أنه الوضع هيك ولازم نرضخ للواقع، وضع معيشة سيء جدا، قلق وخوف من بكرة، وضع اقتصادي متدهور، صحيح. على كافة الأصعدة ما في شيء عم بيساعد. مزبوط. الواحد كيف بده يلاقي هيدي الـ 1% ليقدر يغير شوي ويضبط غضبه ولو القليل من الغضب ليقدر يستمر، ليقدر يمر هيدي المرحلة؟ أول شيء أنت قلتهم عددتهم كلهم، هلأ صالوا كتار بس بنت أنت ويمكن بعد في إشي نسيتها مع الأسف. شغلة تانية، بس شوف قدين إحنا عم نركز على الأمور اللي مش بإيدنا واللي بتعطينا شعور بالعجز، شعور بأنه نحن ضحية، شعور أنه نحن ما قادرين نعمل شيء. كل تفكيرنا عم بيكون عن lack of control، وهون الأمور اللي بتولد الغضب الزايد. فيني ركز على أمور بإيدي، يعني أنا قدمت على شغل وبعمل اللي علي، وهون بزيد شوي الإيجابية أنه أنا قدرت يكون عندي هالديسبلين رغم كل الظروف، أنا قدرت أنه أضبط شوي اليوم بشتغل شوي على الإيموشن ريجوليشن، قدرت أنه أنا إذا معصب ما دغري أعمل بروجكشن أو انتبه، أو أنا ما فيش خلق بعائلتي ورفقاتي، قدرت أنه أبعد شوي أسمع الموسيقى، يعني في أشخاص هالموسيقى العالية هالركض هالشي بيروحوا الأنرجي بطريقة إيجابية شوي، وبرجع بنتبه هل أنا قدرت يعني ركز على الأمور اللي أنا قادر أعملها، وبدل ما حط كل المشاكل كلها قدامي اليوم أنا خطوة خطوة بدي أجرب شوف شو الأشياء اللي بتقدر تحسن لي نفسيتي. هل أنا شخص عم بعصب لأنه شايف كل هالأمور ومركز عليها؟ فيني ركز على شغلة بحبها، فيني ركز على شغلة تزد لي ثقتي بنفسي لحتى ما حس كتير بعجز، هيدا كمان نقطة بقدر انتبه لها. وحتى أمرار قد ما نحن صرنا نقول أنا شخص عصبي، هالكلمة اللي بنستعملها أنا عصبي كل الوقت عم بعطي ليبل إنه هيدي صارت شخصيتي. طب قدي صعب واحد يغير شخصية، هالكلمات اللي عم نستعملها ما في شيء ضابط، الأفكار أنا عصبي كل الوقت عم تلعب على الايدنتيتي. بس شوي غير، أنا اليوم عم بعصب، أنا عصبت هالساعة، أنا انبسطت هالساعة، صرت بوقت معين، صحيح هيك، ما بحتى إنه أنا صرت شخص عصبي، أنا صرت شخص بفور دغري متعصب، لأنه وتحطها هيك بالايدنتيتي عم بتصير صعب يغيره. بالعكس أنا بدي أحطها بفعل، بدي أحطها بأنه أنا هيدا الشيء بقدر أعمله، صحيح، ما يكون منا شخصيتي، أوكي. مش هيدا أنا، بالعكس حتى أقدر أغير شوي وأعطي مجال للتغيير. ختاما في نقطة ضروري ضوي عليها قبل ما نختم حديثنا وإذا همنا الوقت، يلي هي الغضب المتراكم يلي ممكن يكبر ويكتر بحياتنا، قدي بخطورته ممكن يؤدي بالشخص للعزلة، وبالتالي ممكن يؤدي لمشاكل نفسية كبيرة، وبالتالي ممكن يؤدي للانتحار، صحيح. واليوم مع الأسف عم نسمع بكتير حالات انتحار، إن كان بين جيل الشباب يلي ما عم بيشوفوا مستقبل بلبنان، مزبوط. إن كان بين الناس يلي شوي كبار بالعمر، عم نسمع كتير بحالات بين الأربعين والخمسين سنة، لأنه ما عم يقدروا يكفوا عيالهم، ما عم يقدروا يكفوا حالهم، عم يوصلوا لهيدا المرحلة، وبين الكبار يلي كمان خسروا هيدا الأمل وخسروا كل تراكمات حياتهم يلي تعبوا وشقيوا ووقت هلأ يرتاحوا، ما عم يقدروا لا يتطببوا ولا يوصلوا لمرحلة أدي الغضب ممكن بتراكماته يؤدي للانتحار. مشاعر العجز، مشاعر الخسارة، مشاعر اليأس،
الغضب كترته وقت واحد كل الوقت موتر اكيد عم بتاثر على الصحه الجسديه، اليوم كثير اشخاص صار في امراض زايده من وراء كثره الغضب، المشاكل النفسيه كثره الغضب بيؤدي للياس للاكتئاب للقلق للبرن اوت للعزله للانتحار للافكار اللي خلص واحد كل الوقت ما قادر، وحتى للتصرفات اللي واحد صار يتصرفها بطريقه كثير عشوائيه اثرت على الحياه عامه. مش هيك هون بدي اقول انا رغم كل الظروف هل قادر انتبه للأمور يلي عم بتعصبني، هل قادر أعرف شو هي المشاعر، قادر ما أخذ الأمور كتير على شعور بالذنب. كتير أشخاص من وراء التعصيب أدى للشعور بالعجز واليأس وقلة الثقة والأفكار السلبية كتير، فبس ينتبه لشوي الواحد ويرجع يضوي على الأمور يلي هو بحبها بحاله. نرجع شوي نحكي عن سيلف كومباشن، يعرف قد ايه واحد حقه قد ايه واحد الامور يلي بايده يقدر يركز عليها وياخذ قرار انه انا اليوم بدي اعصب شوي اقل من امبارح لحتى اقدر كفي شوي ودائما لاقي معنى لحياتي كفي رغم كل الظروف. طبعا بدنا نكفي بالرغم من كل الظروف، وما تفكروا مشاهدينا نحن عم نحكي بهالمواضيع او اوقات بنطرح اشياء نحن عايشين بكوكب ثاني، يمكن هذا الموضوع بيلمس ديالا وبيلمسني، وانطلاقا من نحن تجربتنا بنحكي بكل شيء لحتى نكون عم نتشارك معكم وما حدا ما يتشارك او ما يحكي. اذا منه قادر او منه عم يوصل لاخصائيين او ماديا منه قادر، في ناس حواليه، في اصدقاء، في عائلة، ما حدا يضل ساكت، كل واحد يتواصل يحكي يعبر لأنه مرحلة وبدنا نمرقها سوا. شكرا لك، شكرا لك ديالا، بتمنى لك نهار حلو.